في الاستوديو الناقد الرياضي الاستاذ عبد الناصر سليمان. استاذ عبد الناصر، برحب بوجودك معايا. اهلا بيك وبكل مشاهدينك الكرام، وان شاء الله سنه خير على الزمالك ان شاء الله. ابتدي معاك بالحدث نقول هو الاهم عالميا، وصفقه كيليان امبابي اللي بتلقى بزخم غير عادي متابعه اعلاميه من كل وسائل الاعلام. اعتقد امبابي، من غير امبابي اساسا ريال مدريد مكسر الدنيا، بوجود امبابي كمان اعتقد هيكون ليه شان كبير في الشامبيونز ليج. مش الشامبيونز ليج بس، ده كل البطولات هيحتكرها يعني سنوات وسنوات ريال مدريد. انت على اعتاب حقبه. اه طبعا، لان امبابي من النجوم اللي هي دايما بتكون محط انظار، نجح في ان هو يجذب الانظار اليه منذ فتره طويله جدا مع منتخب بلاده، مع نادي باريس سان جيرمان، كان محط انظار للريال منذ فتره طويله. اعتقد ان امبابي تواجده هيعيد للاذهان تواجد كريستيانو رونالدو مع الريال. انت شفت الريال ايام كريستيانو رونالدو كان برضو محتكر البطولات، الريال كان محتاج نجم شباك زي ما انت كده بتقول. يعني طبعا يعني هو امبابي هو نجم الشباك، يعني بدليل ان برشلونه بعد غياب ميسي وعدم وجود ميسي بيعاني جدا من عدم وجود نجم شباك في صفوفه. فبالتالي تواجد امبابي هيكون بجانب فينيسيوس جونيور هيكون قوة هجومية ضاربة لريال مدريد في الموسم القادم. طيب فيما يخص امبابي، بتشوف لاعب زي دوت لما يكون في حجم رئيس زي فرنسا ماكرون بيقعد يتكلم معاه ويقنعه بتجديد عقده؟ أنا أول مرة أشوف رئيس بلد بيقعد مع لاعب ويقول له وقع. ما هي دي برضه ده دليل على ان هو اللي هو مسيطر على الانظار العالميه في الوقت الحالي. يعني رئيس دوله يقعد مع لاعب ويدخل مفاوضات مع لاعب في نادي، فطبعا ده عمرها لقطه جديده ولقطه فريده من نوعها. وده ان دل على شيء فانما يدل على ان كيليان امبابي مستواه بيتطور من فتره لاخرى، واصبح هو نجم الكره العالميه في الفتره اللي جايه. اعتقد ان هو ممكن ياخد جائزه افضل لاعب في العالم في السنين الجايه، وهتكون المنافسه ما بينه وما بين نجمنا محمد صلاح وصلاح وهالاند. يعني اعتقد ان الثلاثه دول هالاند وصلاح اعتقد هم دول اللي هيبقوا المنافسه مشتعله ما بينهم، زي ما كنا متعودين على ميسي ورونالدو. هيظهر امبابي بجانب، طبعا لان تواجده برضه في صفوف نادي كبير زي ريال مدريد هيساهم برضه بشكل كبير في ان هو يدخل القائمه النهائيه ويصل للقائمه النهائيه لجائزه افضل لاعب في العالم. الدوري الفرنسي، يعني مع احترامي الشديد للدوري الفرنسي، لكن مش مسلط عليه الاضواء بشكل كبير عشان هو مانشو، ما فيش طبعا باريس سان جيرمان بس، وفتره من فتره للتانيه بتلاقي موناكو بيظهر شويه، انديه تانيه بتظهر شويه، لكن الدوري الاسباني والشامبيونز ليج هي بالتخصص لريال مدريد، وفي منافسه قويه في الدوري الاسباني. يعني انا بالنسبه للدوري الانجليزي نمره واحد، نمره اتنين الدوري الاسباني، بعد كده اخش بقى على الدوريات التانيه. فبالتالي انا شايف امبابي هينافس على جائزه افضل لاعب في العالم، ده في حاله وممكن ينافس عليها من دلوقتي لو نجح في التتويج مع منتخب بلاده ببطوله اوروبا اللي جايه.